بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع الماب، بس هناخد بقى المرة دي الميوتيبل ماب عشان الإضافة والريموف والتشينج للفاليوز والكلام زي كده، زي نلعب معاها. فاخدت الكابي بيست من الحتة الأولانية في المثال اللي فات اللي هي امبس ماب بالقيم اللي فيها عشان نختصر وقت، بس مش هعملها بقى ماب اوف كذا، هقول لا ده ايه ميوتيبل ماب اوف ماب ام كابيتال الميوتيبل الام سمول. ماشي، هنرجع نظبطها ماب اوف وارجع اشيل الام دي خليها سمول. تمام خلاص، عشان تديني بقى ايه شويه شغل بقى كده، ايه فانكشنز اقدر اشتغل على الامبس ماب دي. فاقول له امبس ماب دوت، لو انا عايز ابوت يعني اضيف اليمنت الكي والفاليو بتاعته عاوزها على طول في شكل واحد، فاقول له مثلا 104 كوما ومثلا اكتب تايم مثلا. خلاص كده ده هيتقاد على مين؟ على الماب اللي موجود عندي. امبس ماب ممكن برضو بالايه اذا يعني اكنها اري، بس هنا الكي بتاعي مش الاندكس، فاقول بقى 105 احط اسلام. دي طريقه، ودي طبعا بنحبها دايما عشان تبقى كل الدنيا ماشيه بنفس السيناريو في المابز وفي الاري، قصدي اسف في الكوليكشنز وفي الاري. ولو قلت له 102، طب 102 كانت فوق بسمله كده، لو انا حطيت على نفس الكي يبقى هيعمل بقى ريبليس، يعني هيعمل تشينج، فبسمله تتغير تبقى بسبوسه مثلا. يبقى كده عملنا ايه؟ عملنا تشينج في 102 وعملنا اد ب 105 و 104 شكلين، دول شكلين. طب هتيجي نعمل ريموف بقى بالمره، يعني نعمل الريموف عشان يبقى عملنا كل العمليات الاساسيه عليها. امبس ماب دوت ريموف، طبعا في ريبليس وفي حاجات ثانيه كتير، ريبليس اول وتبدل وكلام من ده، بس احنا خلينا نعمل العمليات الاساسيه. ريموف قال لي اديني بس الكي اللي انت عايز تريموف، فاقول له مثلا امسح 101. 101 مهم، يبقى مهم المفروض يطلع من الليست، وبعد كده يطبع، يبقى هيأد مين؟ تايم واسلام، ويتشنج بس بسبوسه ويشيل مهم. فطلع لي ايه؟ 100 بقى صابور، 102 بقت بسبوسه، 103 بقت كحيل، 104 بقت تايم، و105 بقى مين؟ بقى اسلام، ومفيش 101 اتعمل له ريموف.